Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to school. May Allah bless you and make you the best and help you, inshallah, to memorize the Quran and also make the Arabic language easier for you, inshallah. نبدا ان شاء الله بقراءه القران سوره الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم علمنا ما لم نعلم ووفقنا للعمل بما علمتنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب هب لي من لدنك رحمة رب هب لي من لدنك رحمة رب هب لي من لدنك رحمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Now we're going to make sure to make a dua for our parents as was stated in the Quran. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزاك الله خيرا يا أمي جزاك الله خيرا يا أبي جزاك الله خيرا يا معلمتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.